بصدق، لا ما بصدق، لا ما بصدق، لا ما بصدق. كيف له قلب؟ كيف له قلب؟ لا هيك دغري بينسى 10 سنين وبيفل. ما بصدق. ليش يا الله؟ ليش؟ ليش نقيتني لإلي؟ ليش؟ ليش؟ ايزك تركني إلي مش إلك. بعرف بس عم جرب حس معك. شو بتركك لحالك بهالمحنة الصعبة؟ حبيبي ايزك، حبيبي انت. You're my best friend. مام وين كنت؟ مشوار صغير. طب كنت عم نبش عزوات تويني؟ هياها جوا هلا بجيب لك اياها. اخ طب ما حتقولي لي وين كنت؟ رح خبرك بس ما بتعصب؟ ما حعصب، بقولي. رحت على الجامعة شفت المدير وشرحت له وضعك وسألته إذا فيك تكفي سنتك ووعدني إنه بعيد النظر بالموضوع. أمي ما عندي أنا إجرين روح لعند المدير تبعي؟ أنت ما كنت رح تروح لو ما روح أنا؟ لأن ما بدي روح على الجامعة. ليش لك يا أمي ليش؟ لازم تضيع سنتك عليك؟ بعد بكير تخلص السنة فيك تلحق. أمي صرنا حكين بهذا الموضوع مليون مرة. أنا عم بقضي السنة عم بشتغل كرمال ساعدك وساعد ميا. بشرفك ما بقى تعملي هيك، بشرفك أمي. أمي أنت بدي كان يكون مبسوط؟ أنا هيك مبسوط. طيب طيب رح أقوم جيب لك السواد. كيف كانت ميا الصبح؟ مش منيحة بس تعمل حالها منيحة، كل عمرها هيك من هي وصغيرة بتخبي، بس تكون زعلانة بتعمل حالها عم تضحك يعني. طب أنا بحكي معها بالليل. ما بينفع أمي ما بينفع، ما تعطي الهم، أنا بشوف كيف بتصرف، ترك علي. الله معك. الو تفضلي. وقف تليفوني دق من الصبح كله عم يبارك. عشقت علينا يا شريك. ليك وبالنسبه لرسمات وينتر كولكشن بشوفهم اول ما يهدى تليفون. ايه وعد. وليك شو صار انت وميا؟ هيك رح تضلك هربين مني وانا قاعد بوجهك كل النهار؟ بعتقد الهرب من اختصاصك انت مش اختصاصي انا. عماد لوين؟ ان شاء الله بدي اخذ اذنك تفل كمان. لا بس عم بطمن عنك. ريح جيب المجلات. انا بجيب المجلات، هيدي وظيفتي انا. ما بدي حدا يساعدني، ميرسي كثير، كلك ذوق. عماد انا برسم عنك شيء؟ انا بروح بجيب المجلات. ميا انا ما عندي وقت. نخلق وقت. لازم تسمعني، لازم نحكي بقى. انا فيلل. وأنا رايحة معك. ميا خلص بقى.